فيخلعون عينا ليضعوها في إنسان، يخلعون كلية ليضعوها في إنسان، يخلعون طرفا ليضعوه في إنسان. ويقول له تبرع؟ يقول لك لا مش تبرع. شري؟ لا مش شمت. يقول لك لا مش شري، تبرع بس ما ياخدش تمني. تقول لا شري ولا تبرع. ليه؟ لأن التبرع بالشيء فرع الملكية له، وبيع الشيء فرع الملكية له، وما دمت لا تملك ذاتك ولا أبعاضك فلا يصح أن تتصرف فيها لا بالتبرع ولا بالبيع. وإذا كنت ممنوعا من ذلك وهي أبعاضك وذاتك، فلا أن تكون ممنوع على من يرثك، وإلا يبقى وارث مالك وورث جسمك، يبقى يدي كليتك لواحد ويدي عينك لواحد ويدي ودنك لواحد. نقول له لا، هذه الآية ترد عليكم جميعا، لأننا بأبعاضنا وذواتنا لا نزال ملكا لله، ولا يتصرف الإنسان بالتبرع ولا بالهبة ولا بالشراء ولا بالبيع في شيء لا يملكه. إذن الذين يدعون العاطفة الإنسانية ده عيبوت ما ركبتلوش كلية، نقول له يا أخي وهل تمنع موت بيدوها وكليته معه؟ إذن ما تمنعش يا أخي، سيب المسائل كده وتأدب مع الله، افهموها هو الله خالق والله جاعل والله مالك، وما دام هو مالك فلا تبرع بشيء من ذاتي لأحد. فإن قيل والدم ماذا تقولون فيه؟ نقول الدم يعوض، يشرب له كوباية ليمون يعوضه كوباية برتقان. وإذا كان الرسول قد حرم على المرأة أن تأخذ خصلة من شعر امرأة أخرى لتصل بها إيه؟ شعرها، فلعن الله الواصلة والمستوصلة. إذا كان الشعر وهو نام مخلوف يحرم رسول الله أن يأخذ من بعض ليوضع في إيه؟ في بعض. فقولوا لأهل دعاة الإنسانية لا تكفروا بالله، لا تقولوا ذلك حلال وقولوا هو حرام، ولكن نعمله كده بس معصية، يبقى عاصي تبقى تغفر لك ربنا يعمل لك، إنما ما تقولش